أهلا بكم. فتحت الشرطة القضائية بمدينة أمن سيدي البرنوتي بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة زوال اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021 لتحديد ظروف وملابسات تورط 3 أشخاص من بينهم قاصران وراشد يبلغ من العمر 22 عاما في قضية تتعلق بحيازة مواد متفجرة واستعمالها في تحضير مفرقعات وشهب اصطناعية تقليدية يشتبه في استخدامها في أعمال الشغب الرياضي. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد باشرت زوال اليوم الأربعاء إجراءات معينة آثار اندلاع حريق ناتج عن انفجار طفيف بشقة غير مأهولة بمنطقة الأزهار بحي البرنوسي بمدينة الدار البيضاء، أسفرت عن حز كيس بلاستيكي يحتوي على كميات من نترات البوتاسيوم ومادة جافيل وقنينة غاز من الحجم الصغير و67 عبوة مملوءة بالمفرقعات و33 عبوة أخرى فارغة يشتبه في استعمالها في صناعة وتلفيف الشهب والمفرقعات النارية التقليدية الصنع. وأشار البلاغ إلى أن الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة مكنت من تشخيص وتحديد مكان 3 أشخاص من بين الموجودين في الشقة لحظة الحادث، وهم جميعا من المحسوبين على إحدى فصائل مشجعي الفرق الرياضية بمدينة الدار البيضاء، والذين تم ضبطهم بإحدى المصحات الطبية التي انتقلوا إليها لتلقي العلاج بعد تعرضهم لحروق غير عمدية متفاوتة الخطورة. وأضاف المصدر نفسه أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم 3 رهن المراقبة الطبية بالمصحة التي يتواجدون بها قصد تلقي العلاجات الضرورية في انتظار إخداعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الظروف والخلفيات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بينما تتواصل العمليات الأمنية من أجل توقيف جميع المتورطين الضالعين في هذه القضية. المشاهدين، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.